السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهارده هنعمل أكلة شعبية حلوة قوي، هنعمل البصارة. البصارة في كتير ما يعرفهاش، سهلة جدا وسريعة جدا، مفيش أحسن منها. ماشي، ده ربع كيلو فول مدشوش. بصوا يا جماعة، ده الفول المدشوش اللي هو الفول متقشر. ماشي، معلش أنا كنت لسه بغسل الخضرة. الفول المدشوش ده يا حبايبي هيتغسل بس شطفة ويتحط في الحلة، عليه ايه؟ بصلاية، 4 5 فصوص ثوم، حزمة شبت وبقدونس وكزبرة، او حزمه ونص عشان ده ربع كيلو. عايزاه اخضر قوي، يبقى من كل واحده حزمه. خلاص يا قلبي، وهكتب لك طبعا كل ده في صندوق الوصف، وهنحط ميه على في الحله وهريها لك، ونسيبه يغلي لحد ما ده يستوي خالص خالص. وبعد كده هنحط التوابل، هيبقى ملح وكمون وان شاء الله، وهضرب بصلايه تاني عشان احطها على الوش، وهحمرها في زيت. دي المرحله الاولى عشان بتاخد وقت. هنروح على البوتاجاز ونحطها وهوريها لكم. هنا يا قلبي حطيتها في الحله، بصوا هنزل عليها بالبصل والثوم. موضوع سهل جدا. هتقولي حنان الحاجات خشنه، الحاجات دي كلها يا جماعه بتتضرب يا بالهاند بلندر يا بالخلاط. ماشي، بس كده، واحط الميه واسيبه بقى يغلي على نار هاديه متوسطه. بس هتقولي قد ايه ميه؟ هقولك نص لتر ميه مؤقتا، نص لتر، وهنشوف هياخد تاني ولا لا. انا مش عايزه اكتر ميه عشان ما تبقاش خفيفه. ماشي حبيبتي، بصي بس كده بقى، هو تحت، بصي الحب تحت اهو عشان هيستوي. انا بحبها الخضره كتيره، بحبها لونها اخضر طبيعي، عشان انا حقيقه ابويا سعيد بيحط فيها ملوخيه ناشفه، بس انا مش بحبها بالملوخيه الناشفه بصراحه، انا بحبها بالخضره بتاعتها منها فيها. هنحطها على النار ونسيبها تغلي بقى، ونشوف لو احتاجت ميه نحط لها. بصي يا قلبي، شايفين هنا دي البصاره، شايفين شكلها؟ هجيب لكم معلقه كده اقلب لكم اوريكم شكلها. هي بتفضل كده، بصوا تفضل بقى تغلي كده لحد الفول ما يستوي. بصي معلش هحاول ابعد لك كده بس عشان الدخان. بصي الميه قليله، ما تحطيش ميه كتير وتعوميها، ميه قليله قلبي. ماشي حبيبي، ميه قليله، بصي الميه قليله عشان تبقى تطلع معاكي سمكحل. خلاص بصي يا قلبي، شايفين الميه؟ بصوا شايفين، مش عايزه ميه كتير، بصوا يعني على قدها عشان ما ايه، هتخف مننا مش هنعرف نظبطها. بصوا انا بقى حطها على نار هاديه وسايباها تستوي براحتها. انا عايزه الفول ده يبقى عامل زي الزبده، ان كل الحاجات دي لازم تبقى ناعمه عشان تتضرب في الخلاط او تتضرب بالهاند بلندر. خلاص حبايبي، بس هي كده، وسيبيها على نار هاديه خالص. ده منظرها، بصي عن قرب ده منظرها. خلاص يا قلبي، وانا هوريها لك لما نضربها ونعمل لها التقليه ان شاء الله. بصي يا قلبي، هنا خلاص استوت خالص، بصوا لونها اهو، خلاص استوت نهائي، بقت ناعمه. دلوقتي هجيب الهاند بلندر واضربها فيه. بصوا هنا بقى انا بعمل ايه، بصوا بحمر بصلايه، مسكت بصلايه، سوري النور مطفي، انا اسفه، جبت بصلايه بشرتها خشن، يعني ضربتها في الكبه خشن، وحطيت عليها 3 معالق زيت او معلقتين زيت، ان دي اللي هتتحط على الوش. خلاص حبايبي، بصوا دي بتغمق شويه وتبقى ايه، تبقى لونها ذهبي. بصوا اهي، ماشي دلوقتي اهي، خلاص كده انا هجيب الهاند بلندر واطفي وهشغله، هخليها تنعم خالص. بصي هي خشنه، تنعم خالص، ما عندكيش هاند بلندر في الخلاط، حطي حبه حبه اضربيهم ينعموا خالص خالص خالص، ناعمين جدا. ونرجع نرجعهم تاني في الحله، انا عشان هضربهم في الحله، ونسيب بقى الملح والفلفل بتاعهم، إيه سوري، الملح والكمون وشويه فلفل برده صغير، بحب احط لها شويه فلفل صغير. ماشي، وحبه كزبره ناشفين برده، تبقى جميله جدا يعني. خلاص يا قلبي هضربها وهوريها لك. خلاص يا قلبي، بصي هوريكي، شايفه؟ بصي بوري خالص خالص خالص، اوعي تسيبي فيها اي حاجه. بصي اهي، وده لونها ده كده بيبقى مخدر. ماشي يا قلبي، هعمل ايه؟ هجيب التوابل، معلقه ملح، نص معلقه فلفل كبيره، نص معلقه كمون او معلقه كمون، نص معلقه كبيره برده كزبره، او معلقه معلقه اللي انت عايزاه. هبتدي اقلب الحاجات دي، وبعدين بصوا البصله، بصوا البصله احمرت ازاي، انا عايزه البصله دي كده. هعمل ايه بقى؟ زي الكشك، هشيل البصله من الزيت واروح حاطه الزيت وفي حبه بصله صغيرين جواها، واشيل بقيه البصله عشان ازوقها على الوش. فهمتوني يا قلبي؟ طبعا ده جماله يتاكل ساقع، دي ما بتتاكلش سخنه، بتتاكل يا برد يا دافيه يا ساقعه، لازم لازم تبرد شويه، سخنه مش هتتمزجي بيها، انا بقولها لك عن ثقه. ماشي يا حياتي، خلاص كده ملحها وفلفلها اتظبط، هاخد شويه
لما صلى على النبي هجيب بس الطبق كده. بصي يا حبيبتي هاخد شويه من دول كده، هتاخد دول كده، بصي هتاخد كده، هاخد كده، بصي هتاخد كده خالص كده، هاخد بقى شويه حبه صغننين كده، بصي اهو كده، هروح حطهم جوه هنا كده. بيبقى بصي اكنك بتتعاملي معامله الكشك، عارفه زي الكشك اللي هو بناخد شويه زيت او سمنه مع البصله وبنحطهم، بيطعمها من جوه بيبقى طعمها حلو وريحتها حلوه. وهوريها لك، هفضيها في طبق كبير او اطباق صغيره زي ما انت عايزه، تهدى وتبرد شويه ونبتدي نزوقها على وشها، وهوريها لك في التقديم يا قلبي. ادي البصاره يا حبايب قلبي، بصوا ده المفروض يبقى لونها تبقى ناعمه جدا، اوعي تزوقيها وهي سخنه، هتلاقي كل الحاجات دي ساقطت فيها. تبرد تحطيها في حاجه كبيره، بس بحب احط حاجه كبيره، ولو مش مثلا حاجه كبيره كده عايزه تحطيها في علبه حطيها في علبه، كل ما بتسقع كل ما بتبقى تحفه. تبقى عارفه تقولي لي الشتاء والدنيا ساقعه ازاي تاكلي حاجات ساقعه، بس البصاره هي جمالها في الحاجه الساقعه بصراحه، تكون ساقعه جميله جدا وتكون بارده. بتاكل مع عيش محمص مع بتنجان مخلل، مخلل حامي، بصوا هي عايزه، هي اكله حرشه مع بصل، بصل اخضر، بصل مقطعه وحطاه في خل، بصي هي اكله حرشه، اكله حرشه. بتزوقيها بصي بالجزر والبقدونس والبصل، شوفي البصل اللي هو المحمر ده، البصل اللي انا يعني محمره، تبقى جميله جدا. بتقدميها على السفره، كل واحد ياخد في الطبق بتاعه اللي هو عايزه، اللي بيفضل تحطيه في التلاجة وممكن تطلعي تاكلي منها. طبعا دي الناس كلها المصريين كلهم بيفطروا يتغدوا ويتعشوا بصاره، لو ما يبقى فيه بصاره في البيت. حلوه جدا وجميله جدا، ودي طريقتنا كلنا، ما فيهاش اي افتكاسات، ما فيهاش اي حاجه مختلفه، فيهاش خالص، عشان ما حدش يقول ايه دي بصاره تقليديه جدا جدا جدا. الصعايده بيحطوا عليها ابويا الله يرحمه يحسن اليه، كان ماما بعد ما تضربها حط معلقه او معلقتين ملوخيه ناشفه، في جزء بيعمل كده في جزء لا، يروح عاملين الباميه زي الباميه ويكا، الويكا اللي هم طبعا الصعايده هم اللي هيفهموني في النقطه دي، يروح حاطين معاها الفول ويستوي ويضربوا كله ببعض وبياكلوها. يعني في كده في كده، بس احنا المصريين المصريين بنحبها كده زي ما انا عملتها لكم بالظبط. جربوها ان شاء الله تعجبكم باذن ربنا، الف هنا وشفا على قلبكم، تاكلوها تعمروا راسكم وتدفوا وتناموا وتصحوا تشربوا كوبايه شاي كبيره كده وتدعوا لي. يا رب يكون فيديو بتاع النهارده عجبكم، وبحبكم قوي قوي انا حنان رمضان.